السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنبدأ شابتر جديد النهاردة في الانجينيرينج ايكونومي. الشابتر بيتكلم على decision making among alternatives. التوبكس اللي هنتكلم فيها النهاردة، الشابتر بيتكلم عموما على عملية الكمباريزون ما بين الالترناتيفز او البروجكت. اول حاجة هنتكلم فيها ازاي اعمل formulation للالترناتيفز. هنتكلم على مجموعة من الميثودز اللي بتستخدم للكمباريزون. في حاجة اسمها present worst method او PW method of comparison، في حاجة اسمها future worst method، في حاجة اسمها annual worst method. يبقى دول الثلاث طرق اللي هنتكلم فيهم النهاردة. لو انا بتكلم على الانجينيرينج ايكونومي، فاحنا كنا اتفقنا ان الرول الاساسي بتاع الانجينيرينج ايكونومي ان هو يعمل لي كومباريزون حوالين مجموعة من الالترناتيفز. يبقى في مجموعة من البدائل، ببتدي اعمل كومباريزون عشان اختار البيست الترناتيف او افضل الترناتيف بالنسبة لي. طبعا الكلام ده عشان يتم في مجموعة من البيزس اللي بتستخدم لعملية الكمباريزون دي. لو انا بصيت على مجموعة الطرق اللي بتستخدم عشان تقارن ما بين مجموعة من الالترناتيفز، هلاقي ان انا عندي حاجة اسمها present worst method، future worst method، annual equivalent method، وفي حاجة اسمها rate of return، وحاجة اسمها payback period. طبعا الطريقتين الاخر دول احنا كنا اتكلمنا عنهم في الجزء بتاع البروجكت مانجمنت. هنبتدي نتكلم اول حاجة عن اول طريقة عندنا اللي هي البريزنت وورس ميثود. طبعا لو بتكلم على طريقة الكمباريزون من خلال البريزنت وورس ميثود، احنا عرفنا من خلال الكاش فلو ان انا كلمة present worth او present value او القيمة القيمة الحالية بيكون المكان بتاعها ان هي موجودة at zero، يبقى موجودة داخل الكاش فلو عند zero type. طيب لو انا بعمل comparison بمجموعة من الالترناتيفز، عندي مثلا three alternatives four alternatives، وعايز اعمل ما بينهم كومباريزون بطريقة البريزنت وورث، فببتدي اعملها ازاي؟ المفروض ان انا برجع كل الكاش فلوز، سواء الاوت كاش فلو او الان كاش فلو، برجع الكل لتايم ايكوال زيرو. يبقى انا هرجع كل القيم بتاعتي، هنسيبها او هجيبها عند ايكويفلنت فاليو موجودة عند زيرو، اللي هي بتسمى الـ present worth او الـ present value او الـ net present value. يبقى الكلام ده هبتدي اعمله. يبقى انا لو مديك في المسألة اكتر من alternative، وكل alternative من دول ليه قيم للكاش اوت فلو والكاش ان فلو، هتبتدي ترسم الكاش فلو بتاعك وتبتدي ترجع كل القيم اللي موجودة خلال الكاش فلو لنقطة الزيرو. يبقى انا كده بشتغل على الطريقة الاولانية اللي هي بتعتمد في الكمباريزون بتاعتها او في طريقة المقارنة بتاعتها على ان هو يحسب البريزنت وورث لكل الالترناتيف. طيب بعد كده، بعد ما بيحسب البريزنت وورث لكل الالترناتيف، بيبتدي يعمل الكمباريزون. الكمباريزون بتتم ازاي؟ الكمباريزون بتتم ان انا بشوف الاعلى قيمة هتطلع للالترناتيف بالبوزيتيف، معناها ان انا بحقق بروفيت او بحقق ريفانيو. لو طلعت بالنيجاتيف يبقى معناها ان انا بحقق لوس او اقل من زيرو. يبقى بالتالي لو هو بروجكت واحد، انا بختار البروجكت اللي القيمة بتاعته او البريزنت فاليو بتاعته اكبر من او تساوي زيرو. لو طلع اقل من زيرو ببتدي اعمل ريجكت للبروجكت. يبقى ده كده الفكرة بتاعت البريزنت وورث. يبقى البريزنت وورث بروسيس هي ميثودز بتعمل او بتحصل على equivalent worth او equivalent value
لكل الفيوتشر كاش فلو. يبقى لو في قيم موجودة على الكاش فلو عند السنة الأولى، عند السنة التانية، عند السنة العاشرة، كل القيم دي ببتدي أرجعها أو أعمل لها ريتيرن لزيرو بوينت. طيب الكلام ده بيكون باستخدام إيه؟ بيكون مديك جيفن في المسألة اللي هو المينيمم اتراكتف ريت اوف ريتيرن، او بنسميه الام اي ار ار. المينيمم اتراكتف ريت اوف ريتيرن هو جزء او ريت اوف ريتيرن بتبقى محدداه الاورجانيزيشن اللي هو المينيمم ليفل بتاعها، يبقى اقل عائد ممكن تقبله الشركه او تقبله الاورجانيزيشن بتاعتي. يبقى ده كده بستخدمه في المسألة كآي أو كريت أوف ريتير. طيب لو الكاش فلو بتاعي جواه مجموعة من البوزيتيف والنيجاتيف كاش فلو، يعني في كاش أوت فلو وفي كاش إن فلو، لو أنا عندي كاش أوت فلو وكاش إن فلو يبقى أنا بحسب كل جزء لوحده وابتدي أجمع الريزلت بتاعي. بمعنى ان انا باخد القيم البوزيتيف كلها اللي هي الاروز اللي بتبقى اب او الاروز اللي هي بتمثل الكاش ان فلو وابتدي احسبها، واخد الاروز اللي هي داون اللي بتمثل الكاش اوت فلو وابتدي احسبها. طبعا القيم اللي بتبقى كاش اوت فلو بتعتبر بالنيجاتيف والكاش ان فلو بتعتبر بالبوزيتيف، يبقى بحط كل واحد بالاشاره بتاعته وابتدي اعمل اد للريزلت بتاعي. يبقى ده كده، او ان انا ممكن احسبها من مره واحده داخل الايكويشن بتاعتي وفي نفس الوقت اراعي حته الاشارات بتاعه كل فاليو. طيب الكلام ده هبتدي اعمل له باك لايكويفالنت كاش فلو موجود فين؟ موجود عند الزيرو، بس بشرط ان لما اعمل كومباريزون يكون الاتنين بقارنهم بتايم واحد او هرجعهم لنقطة واحدة. يعني انا بقارن الكاش فلو بتاع الالترناتيفز عند زيرو تايم، بشرط برضو ان هما يكون ليهم ايكوال لايفز. يعني مثلا هقارن ما بين مشروعين يبقى المشروعين بتوعي مستمرين لنفس الفترة الزمنية، ده يستمر 10 سنين وده يستمر 10 سنين، يبقى الالترناتيفز بيبقى ليها ايكوال لايفز عشان اقدر اعمل الكومباريزون. طيب الكرايتيريا بتاعتي في الحكم على الالترناتيفز ومين الافضل، لو البريزنت وورث او البريزنت فاليو طلعت اكبر من زيرو يبقى البروجكت اكسبت، لو البريزنت فاليو البريزنت وورث طلعت اقل من الزيرو يبقى البروجكت ان اكسبتابل او ريجكت. يبقى دي الكرايتيريا لو انت بتتعامل مع مين؟ مع بروجكت واحد. يبقى لو انت بتتعامل مع بروجكت واحد يبقى دي الكرايتيريا في الاختيار. طيب لو طلع لك ان البريزنت وورث ايكوال زيرو، لو طلع ان البي او البي دبليو ايكوال زيرو، دي معناها ان البروجكت بيحقق الام اي ار ار، بيحقق المينيمم acceptable rate of return او المينيمم attractive rate of return، يعني معناها ان هو بيحقق اقل ليفل من العائد اللي محدداه الاورجانيزيشن. طيب لو جينا نعمل comparison للالترناتيف باستخدام البريزنت وورث، لو انا قلت لك في المساله استخدم طريقه البريزنت وورث عشان تقارن بين مجموعه الترناتيف، هعمل ايه؟ لو انا عندي 1 الترناتيف يبقى المسألة فيها one alternative، يبقى هبتدي أحسب الـ present worth باستخدام الـ minimum acceptable rate of return الـ i اللي أنا مديها لك given. لو الـ present worth طلعت أكبر من أو تساوي zero، لو هي بتساوي zero حتى هتطلع بتساوي أو بتحقق الـ minimum acceptable rate of return. يبقى لو طلع الكريتيريا بتاعتي أو الرقم بتاعي أكبر من أو يساوي zero يبقى هقول ان البروجكت ده بيحقق المتطلبات بتاعتي او يعتبر acceptable. لو طلع اقل من زيرو يبقى انا هقول ان المشروع او الالترناتيف ريجكت. ده بالنسبة
لل one alternative. طيب لو هما two or more alternatives هحسب كل present worth لكل alternative. يبقى هرسم الكاش فلو بتاع كل الالترناتيفز، هبتدي احسب البريزنت وورث عند الزيرو لكل الالترناتيفز، بعد كده هبتدي اقارن. الكومباريزون هتبقى عباره عن ايه؟ ان انا هعمل سيلكشن للالترناتيف ويز بريزنت فاليو اللي هي تعتبر اكبر او اللارجست بريزنت فاليو. طب اللارجست عباره عن ايه؟ يبقى اللارجست بوزيتيف نمبر او المينيمم نيجاتيف نمبر، لان البوزيتيف بريزنت وورث بتعني بروفيت، بينما النيجاتيف بريزنت وورث بتعني كوستس او تكاليف هتدفع. يبقى انا اكبر رقم موجب، او لو طلعوا بالسالب يبقى اقل رقم سالب. بمعنى لو انا اديت اكزامبل زين، لو انا عندي تو alternatives في المساله، الالترناتيف الاولاني طلع البريزنت وورث بتاعته بعد ما عملت تصفيه للمساله كلها عند تايم ايكوال 0، طلع ان البريزنت وورث للالترناتيف 1 ايكوال نيجاتيف 1500، والالترناتيف 2 طلع نيجاتيف 500، يعني الاثنين اقل من الزيرو، بس مطلوب مني ان انا اختار او ان انا اعمل كومباريزون مين الافضل. فهنا لو هختار يبقى السيلكتد الترناتيف هنا مين؟ اللي هو الاقل او القيمه السالبه الاقل، يبقى هختار الترناتيف 2. هنا البريزنت وورث بتاع الالترناتيف الاول سالب 500، والبريزنت وورث الترناتيف الثاني بوزيتيف 1000، يبقى سيلكتد الترناتيف هو الاثنين، يبقى اللي هو حقق بوزيتيف. هنا بوزيتيف 2500 ونيجاتيف 500، يبقى الالترناتيف بتاعي الافضل هو الترناتيف 1. هنا الرقمين موجب، بوزيتيف 2500 وبوزيتيف 1500، يبقى هختار الالترناتيف 1. يبقى بختار الالترناتيف اللي ليه اكبر بوزيتيف فاليو، او الالترناتيف اللي ليه اقل نيجاتيف فاليو. يبقى ده كده الطريقة بتاعت الكمباريزون من خلال البريزنت وورث ميثود. طيب الايكوال لايف الترناتيفز، طبعا لما بشتغل على الطريقة بتاعت البريزنت وورث او الفيوتشر او الانيوال ايكويفلنت، المفروض ان التايم سبان بتاع كل الالترناتيف يكون ايكوال. يعني ايه؟ يعني انا لو مديك ان البروجكت A و B مثلا ال N A بتاعت البروجكت الاول ب 5 years و الالترناتيف B ال N B ايكوال 7 years، يبقى في الحالة دي انا مش هقدر اعمل comparison. ليه؟ لان انا عشان اقارن لازم يكون ليهم نفس الفترة الزمنية، يبقى المشروع ده هيشتغل لمدة 5 سنين وده 7 سنين، ما اقدرش احكم عليهم وهم مختلفين في اللايفز بتاعتهم. يبقى بالتالي عملية الكمباريزون مش هتتم غير لما يكون الاتنين ليهم ايكوال لايف. فده كده اللي هنتعامل بيه في المسائل، ان الالترناتيفز او مجموعة الالترناتيفز اللي هتاخدها هيكون ليها ايكوال لايف. طيب نبص على اكزامبل 1. اكزامبل 1 موجود عندي 3 alternatives، ومديك قايل لك اسيوم ان الاي او المينيمم اكسبتابل ريت اوف ريتيرن ايكوال 10% بير اير. الترناتيف 1 عباره عن الكتريك باور. الالكتريك باور الفيرست كوست بتاعتها نيجاتيف 2500، الانيوال اوبريتنج كوست نيجاتيف 900، السالفج فاليو بوزيتيف 200، واللايف بتاعته 5 years. يبقى ده اول alternatives ان هو هيعمل electric power، محطة مثلا للelectric power او للكهرباء، دي التكاليف بتاعتها ودي salvage value. يبقى في قيمتين عبارة عن cash outflow وعبارة عن قيمة cash inflow هترجع لي تاني، والمدة الزمنية بتاعته 5 years. الالترناتيف التاني ان انا اعمل جاز باور، الفيرست كوست او الانيشال كوست بتاعتها
سالب 3500، الانيوال اوبريتنج كوست سالب 700، السالفج فاليو بوزيتيف 350، واللايف بتاعته 5 year. الالترناتيف التالت انه يعمل سولار باور، الفيرست كوست نيجاتيف 6000، الانيوال اوبريتنج كوست نيجاتيف 50، والسالفج فاليو بوزيتيف 100، وبرضه اللايف 5 years. يبقى دول ايكوال لايفز alternatives. مطلوب مني ايه؟ يبقى ده شكل المسألة، بيجي لك مجموعة من الالترناتيفز ومطلوب منك ان انت تعمل comparison ما بين الالترناتيفز دي، يبقى which alternatives should be selected based on present worth analysis. يبقى انا محدد لك الطريقة داخل المسألة، يبقى لازم تحللي بالطريقة المطلوبة منك. طيب بنعمل ايه؟ اول خطوة في حل المسألة لازم ترسم الكاش فلو لكل alternative. يبقى انا هنا عندي كل alternative بيحتوي على قيمتين كاش اوت فلو وقيمة كاش انفلو. هبتدي ارسم الكلام ده. يبقى الكاش فلو دايجرام للalternative الاول اللي هو الـ A1 اللي هو الالكتريك باور، في initial cost بيدفع عند الزيرو اللي هي negative 2500، وفي annual operating costs، يبقى طالما annual يبقى هتدفع لمدة الخمس سنين اللي هو surface life بتاعه، يبقى في سالب 9000 per year. يبقى أنا كده رسمت القيمة بتاعة operating costs والقيمة initial، وبيقول لي في الآخر ان في salvage value هترجع لي مقدارها 200، يبقى دي تعتبر single amount او تعتبر future value عند السنة الخامسة. يبقى ده كده شكل الكاش فلو بتاع الالترناتيف الاول. الالترناتيف التاني اللي هو الجاز باور، نفس الكلام، بيدفع initial value عند zero اللي هي سالب 3500، بعد كده بيدفع operating costs سالب 700 per year، وبياخد salvage value مقدارها 350. الالترناتيف التالت اللي هو السولار باور، المفروض ان هو بيدفع initial cost للكلام ده سالب 6000، بيدفع operating costs مقدارها سالب 50، وبياخد salvage value بعد الخمس سنين مقدارها 100. يبقى ده اول خطوة من خطوات حل المسألة، ان انا ارسم الكاش فلو لكل alternative. بعد كده الطريقة اللي احنا طالبينها في حل المسألة ان انت تحسب الـ present worth. يبقى انا عشان احسب الـ present worth يبقى انا بعمل باك لكل الـ values دي، برجعها عند الزيرو. طيب لو بصيت على الـ alternative الاول، لو انا عايز ارجع القيم دي كلها للزيرو، اول ما اجي عند الزيرو هنا هلاقي الـ value دي، يبقى الفاليو دي مش هتتضرب في اي فاكتور. ليه؟ لان هي اوريدي موجوده عند الزيرو، يبقى هنزلها كام؟ نيجاتيف 2500 زي ما هي. طيب الايكويفالنت فاليو دي اللي هي الاي، لو انا عايز ارجعها اخليها بريزنت، يبقى كاني بتعامل مع انهي فاكتور؟ بتعامل مع الفاكتور اللي اسمه بي جيفن اي. يبقى انا هرجع ال 900 دي كانها 900 مضروبة بفاكتور اسمه B given A وI وكم سنة؟ وخمس سنين. يبقى ده كده بالنسبة للقيمة دي. طيب لما اجي ارجع دي عند الزيرو هعتبرها ان هي فيوتشر بالنسبة للبريزنت فاليو، يبقى انا هقول 200 دي فيوتشر، الفاكتور اللي هترجع بيه هو مين؟ B given F وI والخمس سنين بتوعه. نفس الكلام هيتعمل مع كل alternative. يبقى انا لو بصيت اهو، طبعا دي الاي بتاعتي كانت ب 10% بير يير والان بخمس سنين، هبتدي احسب البريزنت ورثز لكل الالترناتيفز. اول قيمه البريزنت ورث بتاع الالكتريك باور، طبعا دي سالب 2500 اللي موجوده عند الزيرو، هي اوريدي موجوده عند الزيرو فبالتالي مش هضربها في اي فاكتور. نيجاتيف، طبعا نيجاتيف لان انا بتكلم على كاش اوت فلو، فلوس هتدفع، يبقى سالب 900. 900 دي كانت بتمثل ايه؟ annual equivalent value، قيمة annually
بتدفع سنوية، يبقى دي لما ارجعها للبريزنت هعتبر ان هي بي جيفن ايه، و10% وخمس سنين بلس الميتين اللي هي موجودة عند السنة الخامسة كفيوتشر فاليو، يبقى بي جيفن اف و10% وخمس سنين. يبقى انا كده حسبت القيمة بتاعت الالترناتيف الاول بالاشارة بتاعته طبعا. القيمة التانية هي البريزنت وورث بتاعت الجاز باور، يبقى نفس الطريقة القيمة اللي موجودة عند الزيرو مش هتتضرب في حاجة، السبعمية اللي بتدفع انيولي هتعتبر بي جيفن اي و10% وخمسة بلس 350 اللي هي الفيوتشر فاليو بي جيفن اف و10% وخمسة، يبقى هيطلع لي قيمة البريزنت وورث للجاز باور او للالترناتيف نمبر 2. الالترناتيف نمبر 3 اللي هو هيشغل السولار باور، يبقى بيدفع في الاول كانيشال كوست بنيجاتيف 6000، يبقى مش هتتضرب في اي قيمه، بيدفع انيوال فاليو مقدارها 50، يبقى بي جيفن اي و10% و5، وعند الفيوتشر عند السنه الخامسه بياخد سالفج فاليو مقدارها 100، يبقى بي جيفن اف و10% و5. يبقى انا كده طلعت قيم الالترناتيفز، طبعا القيم كلها موجوده بالسالب، يبقى طالما كل الالترناتيفز بالسالب يبقى الكرايتيريا بتاعتي بتقول لي ان انا بختار الالترناتيفز اللي ليه اقل قيمه سالبه، يبقى بناء على الكلام ده هختار مين؟ هختار الالكتريك، يبقى الالكتريك كده هي اقل رقم سالب، يبقى سالب 5788. ده سالب 5936 وده سالب 6127، يبقى انا كده هكتب ان select electric power which has the minimum present worth cost، لان دي كده كلها بتعني ان النيجاتيف دي ان القيم اللي طالعه قدامي دي costs او تكاليف هتدفع. يبقى ده كده فكره الطريقه بتاعت present worth method. بدا الالترناتيف بتاعي. اكزامبل 2، لو انا بتكلم برضو بقول لك consider الانفستمنت كاش فلو الميتال فابريكيشن بروجكت as shown in figure، لو الاورجنايزيشن محدده مينيمم acceptable ريت اوف ريتيرن 15%، يبقى اقل ريت اوف ريتيرن او اقل عائد لازم يتحقق هو ده. بيقول لي يحسب النت بريزنت وورث، يبقى عايز النت بريزنت وورث بتاع الكاش فلو. يبقى انا هنا مديك الكاش فلو مرسوم جاهز وطالب منك بناء على الطريقه بتاعه النت بريزنت فاليو او النت بريزنت وورث ان المشروع ده اكسبتابل ولا لا. طبعا ده الترناتيف واحد، يبقى الكرايتيريا بتاعتي معروفه ان هو لو اكبر من او يساوي زيرو بريزنت وورث اكسبت البروجكت، لو اقل من الزيرو يعني هيطلع بالنيجاتيف هقول له ريجكت البروجكت. طيب لو بصيت على القيم دي عايز اعمل لها باك تو زيرو، يبقى القيمه الاولانيه موجوده فين؟ موجوده اوريدي عند الزيرو، يبقى القيمه دي هتنزل زي ما هي بس هتنزل باشاره ايه؟ سالبه، لان ده كاش اوت فلو. طيب يبقى مش هتتضرب في اي فاكتور. بعد كده من زيرو لحد 15 يعني لمدة 15 سنة بيدفع equal payment series أو equal value اللي هي الرقم اللي قدامي ده، هيبتدي يدفع من زيرو ل 15 سنة، يبقى ده كده بيمثل الإيه؟ لما رجعه عند الزيرو هيبقى عبارة عن إيه؟ P given A، وده كده الرقم الأخير اللي موجود عند السنة ال 15 ده فيوتشر فاليو أو قيمة مستقبلية بالنسبة للبريزنت، لما رجعه هرجعه كبي جيفن اف و 15 سنة، يبقى ده كده الكاش فلو بتاعي أهو. طبعا هنا أنا حاسب الكاش أوت فلو لوحده والكاش إن فلو لوحده، أو أنا عايز أحسب المسألة كلها على بعض وأحط الإشارات مفيش أي مشكلة. يعني أنا كاتب هنا ان البريزنت وورث 15% اللي هو المينيمم اتراكتيف ريت اوف ريتيرن او المينيمم اكسبتابل ريت اوف ريتيرن للاوت فلو،
يبقى بشوف كل الأسهم أو الأرز اللي موجودة للأسفل، يبقى ده كده كان هو رقم واحد اللي موجود تحت اللي هو 1,250,000. طيب يبقى ده كده أول رقم. الرقم الثاني الـ present worth للـ inflow، يبقى أنا هحسب لمين؟ للي فوق كله اللي هو الـ A والـ F، هرجعهم عند الـ present أهو. يبقى أنا هنا أدي الـ A B given A و15% و15 سنة بلس الـ 80,000 اللي هما B given F و15% و15 سنة. يبقى أنا طلعت القيمة بتاعت الـ present worth للكاش انفلو وللكاش اوت فلو، هجمعهم على بعض بس بايه؟ باشارتهم. ده كاش اوت فلو يبقى يتحط بالسالب، وده كاش انفلو يبقى يتحط بالموجب. يبقى الاتنين دول لما يتحطوا مع بعض طلع لي الرقم اللي قدامي بالبوزيتيف. يبقى طالما طلع بالبوزيتيف يبقى انا هقول له ان الرقم او الـ present worth اكبر من الزيرو، يبقى البروجكت بتاعي acceptable. يبقى ده كده الطريقة الأولى في الكمباريزون أو الاختيار للالترناتيفز. الطريقة الثانية بتتكلم على الفيوتشر وورث ميثود. الفيوتشر وورث ميثود هو بيعمل عملية شيفت أو نقل لكل القيم اللي موجودة داخل الكاش فلو، بيوصلها عند آخر الكاش فلو. يبقى أنا بوصلها عند الفيوتشر، يبقى بدل ما كنت بعمل ريتيرن او برجع لورا يبقى انا هطلع لقدام واوصل كل الكاش فلو اللي موجوده في المساله، اوصلها لايه؟ لقيمه فيوتشر او قيمه مستقبليه. يبقى الالترناتيف with the maximum future worth، يبقى الالترناتيف اللي هيطلع لي اكبر فيوتشر فاليو اللي هو بيمثل مين؟ الريفينيو، ان انا كده حققت ريفينيو، او اللي هو with the minimum future worth of net costs او اقل واحد في الكوستس. يعني انت نفس الكلام زي ما رجعت كل القيم عند الزيرو وحسبت البريزنت worth وابتديت تقول ان انا هختار اكبر positive value او اقل negative value. اقل negative value يعني اقل cost، اكبر بوزيتيف فاليو يعني اعلى ريفينيو او بروفيت. نفس الكلام في الفيوتشر وورث ميثود، انا بطلع كل القيم او بحسب كل القيم كفيوتشر، يبقى احسبها عن السنه الاخيره مثلا وابتدي اشوف مين اعلى قيمه موجبه اللي هي بتمثل اعلى ريفينيو او اعلى بروفيت، او اقل قيمه سالبه اللي هي بتمثل مين؟ اقل كوست. يبقى ده الكرايتيريا بتاعتي لو انا بختار بالفيوتشر وورث ميثود. طيب لو بصينا على اكزامبل هنا بيطبق على الفيوتشر وورث، بيقول لي consider الفولوينج تو اكسكلوسيف الترناتيف. الالترناتيفز دول هما A و B، ومديك السيرفيس لايفز بتاعتهم ان هي 4 سنين. طبعا هنا عند السنة 0 يبقى هو كده دي present value او initial value بتدفع now عند ال present. طبعا هو حاططها لك بالنيجاتيف لان دي cash outflow. عند السنة الاولى التانية التالتة الرابعة واضح ان في equal payment series او equal values بتدفع، يبقى في قيم سنوية. هنا طبعا دي بالبوزيتيف يبقى دي كاش انفلو، يبقى دي قيم هترجع ليا. تمام، نفس الكلام عند البي، في ايكوال بيمنت سيريز بترجع اللي هي الكاش انفلو، يبقى دي بالبوزيتيف. طيب طالب مني ايه؟ ات اي ايكوال 18% عايز يسلكت البيست الترناتيف، بس بيست على مين بقى؟ على الفيوتشر وورث ميثود. يبقى تاخد بالك هي المسألة طالبة منك ان انت تشتغل بطريقة الـ present worth method ولا الـ future worth method. يبقى انا هنا عايزك تعمل الكاش فلو ده وتعمل comparison ما بين الـ two alternatives دول، بس بايه؟ بطريقة الـ future. يبقى انا هحول كل الكاش فلو ده لقيمة equivalent عند مين؟ عند السنة الرابعة. يبقى انا اول حاجة
برسم الكاش فلو دايجرام. ادي الكاش فلو للالترناتيف واحد، بيدفع انيشال فاليو هنا عند زيرو، يبقى ده الكاش اوت فلو، يبقى ده الخمسة مليون دول موجودين عند زيرو اهو، يبقى هو يدفع خمسة مليون. بعد كده المفروض ان هو في 2 مليون بياخدهم سنويا من السنة الاولى للسنة الرابعة بريت اوف ريتيرن 18%. يبقى انا كده رسمت الكاش فلو للالترناتيف نمبر 1. الالترناتيف نمبر 1 لو هحسب الفيوتشر وورث بتاعته، اول حاجة انا عايز اجيب كل القيم دي بدل ما كنت برجعها للزيرو، لا هجيبها عند السنة الرابعة. طيب لما اجيب الرقم ده عند السنة الرابعة يبقى هحطه سالب 5 مليون اللي هو بيمثل مين؟ present value بالنسبة للسنة الرابعة. طيب لما انقله هنا عند السنة الرابعة هنقله فاكتور اللي هو f given b، يبقى انا عندي f given b و 18% وكام سنة؟ واربع سنين. يبقى انا هحركه الاربع سنين دول عشان اجيبه عند السنة الرابعة. بلس القيمة دي كاش انفلو تعتبر انيوال بالنسبة للفيوتشر، يبقى انا هعتبر ان الفاكتور اللي هتتنقل بيه هو اف جيفن اي، يبقى انا هنا الاتنين مليون اف جيفن اي و 18% واربع سنين. يبقى انا هروح الانترست تيبلز اجيب قيمة الفاكتورز بتاعتي زي ما اتعلمنا، واضرب قيمة البي هنا واضرب قيمة الاي هنا، اقدر احصل على قيمة الفيوتشر وورث او القيمة المستقبلية للالترناتيف نمبر 1. الالترناتيف نمبر 2 او اللي هو الالترناتيف في، هرسم له الكاش فلو بتاعته. يبقى هو بيدفع في الاول قيمة ثابتة عند زيرو اللي هي ال 4 مليون و 500 الف، وبياخد عند السنة الاولى لحد السنة الرابعة اللي هو المليون و 800 الف. يبقى انا رسمت الكلام ده او الكاش فلو للالترناتيف في، وابتدي احسب الفيوتشر فاليو بتاعته. يبقى الاف دبليو بالنسبه للالترناتيف في ب 18% ريت اوف ريتيرن بيساوي القيمه الاولانيه بريزنت، يبقى احطها بالنيجاتيف، تمام، هتتنقل هنا عن طريق الفاكتور اللي اسمه اف جيفن بي و 18% و4 بلس القيمه الانيوال اللي هي تعتبر الـ A، هبتدي احطها وانقلها بالفاكتور اللي اسمه F given A و 18% و 4. يبقى لما احسب الكلام ده هيطلع لي قيمة الـ Future Value. طبعا هبتدي اختار ما بين القيمتين، القيمة اللي هنا والقيمة اللي هنا، هلاقي ان قيمة الـ Future Value بتاعة الـ Alternative A اكبر من قيمة الالترناتيف فاليو بتاعة القيمة الفيوتشر فاليو بتاعة الالترناتيف في. يبقى انا هقول له select الالترناتيف ايه، يبقى انا كده بختار بناء على القيمة المستقبلية للالترناتيف بتاعي. الطريقة التالتة والاخيرة بتتكلم على الانيوال worth method. يبقى انا هعمل الكمباريزون بتاعتي بناء على الانيوال وورث ميثود، يعني هحول كل القيم لانيوال، يعني اي قيم موجوده داخل الكاش فلو هحولها لانيوال فاليو. يبقى ده كده الطريقه بتاعتي. يبقى مره حولت كل القيم عند الزيرو، يبقى حولتها لبريزنت، فكانت الطريقه بتسمى البريزنت وورث. مره حولتها لفيوتشر، فدي كانت الفيوتشر وورث ميثود. الطريقه الثالثه الانيوال وورث ميثود، يبقى أنا هبتدي أحول كل القيم لأنيوال، وبناء عليه هبتدي أختار الألترناتيف with maximum annual equivalent اللي هو بيمثل الريفينيو. لو طلعت قيم بوزيتيف معناها إن ده ريفينيو أو بروفيت، يبقى أختار الماكسيموم annual equivalent، ده في حالة الكيس أوف ريفينيو بيزد كومباريزون. لو أنا بعمل مقارنة للمشاريع اللي هتدخل لي اكبر قيمه، او ذا مينيمم انيوال ايكويفالنت كوست اقل انيوال كوست اقل قيمه سالبه. لو انا بتكلم في حاله ان الكاش فلو عباره عن كوستس، يبقى ده كده الكرايتيريا بتاعه الانيوال وورث ميثود. لو بصينا
على example للكلام ده هنلاقي ان انا هنا بقول لك ان company is planning to purchase an advanced machine center، يبقى شركة بتخصص او بتخطط ان هي هتشتري advanced machine centers، وفي 3 alternatives قدامها، في 3 مصنعين هيبتدوا يعرضوا الالترناتيفز بتاعتهم او البدائل بتاعتهم. طيب الالترناتيفز دي عبارة عن ايه؟ كل واحد محدد الداون بيمنت او القيمة الانيشال اللي هتدفع، ومحدد القيمة السنوية او اليرلي ايكوال سيريز اللي هي كنا بنسميها الاي، محددة، ومحدد عدد السنين اللي هيتم دفع القيم دي او يتم اخذ القيم دي. يبقى هو هنا قايل لي ان انا هنا المسألة عبارة عن كوستس، يبقى انا هدفع داون بيمنت هنا عند السنة زيرو، ويرلي ايكوال انسترومنت او يرلي ايكوال سيريز هتدفع سنويا لمدة كام سنة؟ لمدة 15. يبقى انا هرسم الثري الترناتيفز دول. يبقى اول الترناتيف عندي طبعا هو هنا بيقول لي ديترماين البيست الترناتيف بيزد اون مين؟ الانيوال ايكويفالنت ميثود. يبقى هو عايز يحسب مين البيست الترناتيف بالطريقه بتاعه الانيوال، ومديني ان الاي ايكوال 20% كومباوندد انيوالي. الترناتيف 1، الترناتيف 1 هو بيدفع كام؟ بيدفع 500,000 في الاول، وبعد كده بيدفع 200,000 كل سنة لمدة 15 سنة، يبقى كلها كاش اوت فلو اهو. يبقى الارز كلها لتحت، لان انا هشتري فهدفع الفلوس، يبقى كاش اوت فلو هتخرج مني. يبقى انا في الاول بدفع 500,000 عند زيرو، وبعد كده annual values لمدة 15 سنة مقدارها 200,000. جميل، يبقى ده الالترناتيف الاول. الطريقة المطلوبة هي ايه؟ ان انا احول كله الانيوال. يبقى انا همسك الرقم ده هحوله الانيوال. طيب هحوله الانيوال ازاي؟ ده present، فده present يبقى هنزله 500,000 وانقله في factor. الفاكتور ده هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن A given B، يبقى الgiven هو ال B والمجهول او الانون هو ال A، يبقى انا هحوله بالفاكتور اللي اسمه A given B، و 20% وكم سنة؟ 15 سنة. يعني انا عايز اخلي ال 500,000 دي اللي هي present اللي هتدفع now اقسمها كانوال فاليو على ال 15 سنة، يبقى كأني بجيب الايكويفلنت بتاعها. بقول ايه؟ لو انا هدفع 500,000 دلوقت، طيب انا لو قسمتها على 15 سنة يدفع كام كل سنة؟ فهو ده معنى الفاكتور الاولاني. يبقى أنا حولت الـ 500,000 لأنيوال عن طريق إن أنا عملتها A given B و 20% و 15. طيب بعد كده بلس القيمة دي هي كام؟ 200,000. 200,000 هتدفع لمدة مين؟ 15 سنة. يعني دي already عبارة عن إيه؟ عبارة عن annual value، والطريقة اللي أنا طالبها هي مين؟ annual worth. يبقى أنا مش هحولها، يبقى أنا هنزلها زي ما هي. طبعا هنا ما تلخبطش نفسك، انا حاطط القيم كلها بالبوزيتيف. ليه؟ لانه كل الكاش فلو في اتجاه واحد، فسواء حطيتها بوزيتيف او نيجاتيف انت فاهم ان المساله بتتكلم عن كوست. عشان تمشي بالطريقه الاساسيه مفيش مشكله ان انت لو حطيت دي بنيجاتيف 500,000 ودي بنيجاتيف 200,000، كل اللي هيحصل ان الرقم ده هيطلع لك بايه؟ بالنيجاتيف. وكلمه نيجاتيف معناها ان هي ايه؟ كوستس بتدفع. فمفيش اي مشكلة ان انت لو استخدمتها في البوزيتيف وانت عارف ان دي كوست، بس الكلام ده بشرط ان كل الكاش فلو يبقى في اتجاه واحد. لكن لو في كاش ان فلو في الحالة دي لازم تظبط النيجاتيف والبوزيتيف. يبقى ده كده بالنسبة للالترناتيف الاول. الالترناتيف التاني اللي هو نفس الكلام، هيدفع 400,000 عند الزيرو، وبعد كده يدفع سنويا 300,000. يبقى نفس القصة، ال 400,000 بتمثل present هحولها لانيوال
عن طريق الـ A given B و 20% و 15 سنة زائد الـ 300 ألف هتنزل زي ما هي مش هتتضرب في أي فاكتور لأن هي already annual. يبقى طلعت الرقم ده. بعد كده الـ alternative 3 هيدفع 600 ألف في البداية وبعد كده 150 ألف لمدة 15 سنة. يبقى الـ 600 ألف هي الـ present هتتحول عن طريق الفاكتور A given B و 20% و 15 زائد ال 150 ألف دي already هي annual والطريقة اللي أنا شغال بيها الـ annual worth method. يبقى أنا هسيب الرقم زي ما هو، يبقى بالتالي هحسب. طبعا الأرقام اللي طلعت دي كلها لما أجي أختار أهو select، يبقى أنت هتختار أنهي مصنع تشتري منه. أنت بتختار المصنع اللي هيحقق لك أقل كوست. يبقى الشركة لما تيجي تختار من الالترناتيفز دي هتختار أقل مصنع فيهم. طيب بص على الأرقام، أدي الأرقام بتاعتي. الالترناتيف الأولاني أهو تمام، الالترناتيف الثاني، الالترناتيف الثالث. يبقى أقل قيمة اللي أنا هدفعها هي مين؟ هي قيمة الالترناتيف الثالث اللي هما الـ 2,783,040. يبقى ده كده المفروض ان الالترناتيف الثالث اقل الالترناتيف في الـ 3 الالترناتيفز اللي طلعوا. يبقى ده كده اقل كوست، يبقى هختار الالترناتيف 3، يبقى ده المناسب بالنسبة لي. يبقى احنا كده خدنا 3 طرق للمقارنة among alternatives. كده نبقى الليكتشر بتاعت النهاردة انتهت. طبعا الموضوع يعتبر مش جديد بالنسبة لكم، رسمة الكاش فلو والحسابات بتاعتها والانترست تيبلز، فيعتبر الموضوع مش موضوع جديد او مش لود عليكم. فده طبعا الناس اللي بتحل كتير بايديها تلاقي العملية سهلة. وبالتوفيق ان شاء الله. لو في اي اسئلة منتظر اسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.